حيا ابو ناصر يلا حيه طبعا عندي جاكم الشيخ ها شكوك اشتكي يا رجال طال عمرك مغني له في شيخ جاكم الشيخ ما علفه مدري ايش والله لا هو واقولها قدامهم كلهم والله لا هو ولا الشيخ طيب شيخ منهم هم على المستوى الشخصي غاليين واقدرهم واحبهم لكن في مستوى العمل لكن مستوى العمل غلط ممنوع من عباس غلط شنو حواسك على الشيله من حتى طال عمرك او الاوله الاولات انا كانت تبغنيها من صوتك انا ما احب صوتك هذه من واحده ايه عادي الاول زين صراحه زين صراحه زين عشان ازعجك عشان ابغى اضيق عليك عشان لا تقول الشيء الثاني لا على قد ثلاث واحد يدق وياه خله هلا يعطينا الشيء الثاني اعطني الشيء الشيء الثاني الشيء طلع الشيخ برايم نعم شيخ بصوته الشيء بصوته الله يحيد الصوت الشيء الثالث ان الشيخ يقول ما عاد اقدر اشتري حصان طفر شيء طفر لا الشيء الرابع الشيء الرابع الشيء الرابع ان شاء الله بنقاطي وخسرتني الحين خذني برايم وانك عاد الله من شيخ هونك بنفسه وانك بالشيخ اثنين برايم يعني كلها من شيلك ان شاء الله ان الله يجعلها ان شاء فيها بركه على يعني الشيخ اذا جاء راح ابراهيم عين اسئله واسئله عين الدرجات ايه لان مين يجي ينقاط يجي ينقاط اخذ 2000 كذا طيب ينوي يعبي ينقاط يعود طيب سلطان لو قال لو استودعتك الله سلطان المري نجي الظاهر انه فيها الشيخ بن ملح دائما تقاطعنا في السؤال ذاك الشيخ يا رجال ترى اقطع عصير اقسم بآيات الله جيب جيب شوف لا لا احطك بدل الدجاج اللي موجود اطبخ جاهز في وجه في وجه في وجه ثاني ثاني تعود واحد تعود واحد كم صرنا يسب الشيله على وجهك تعود واحد تعود واحد تعود واحد بس خليها كم صرنا يوم 27 يوم ها ثمانية شيل يا اقول عقل اقول يركض اقول والله هذا والله هذا بيبي بيبي يبغى وجهه هذا يبغى يشعل بيبي وجهه ما في دقيقه يا ما في يا خواف بندر بخر طالبينك طالبينك بندر والله ما بخر مني بندر بندر بخر مني والله ما تعال تعال والله ما تعال تعال والله ما تروح والله بند رجل تعال والله ما تروح تعال 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 والله ما تروح تعال والله ما تعال طالبينك يا شيخ مع طوى كبير يا شيخ هلا 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 اقول لك تعال تعال اللي بيك غير تعال 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 يا 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 انت الصوت اللي عندها لا اي صوت ما عنده عندك لا لا اللي بطاريته يمكن انت انا لا يكون انا لا لا امورك طيبه اموري طيبه ما شاء الله ما اللي صار بلاها بلاها فيه بلا ها هل تاكد كم عمرك تشرب كم عمرك ليش تشرب عصير ربيع كم عمرك انت تشرب عصير ربيع هلا يعني عصير ربيع له عمر محدد عنده واسع هو اللجنه اعرفه عمره الحقيقي انت تعرفه انت وانت متسابق هلا يا مناعي يعني تبطي عظم مسحب اللجنه ها اللجنه مسحبه تبي انت انت بعد اسحبك معك بالضبط ها والبلف الجاني والمطبق والحقيقه يا مدور الحقيقه ما يوفقكم ربنا الله الله يا شيخ انت لابس بدله ولا سريلاك يا شيخ والله قويه والله قويه دب على مره ثانيه لا لا خلاص واحد دب على مره ثانيه اشمعنى جبتي برتقالي لانك برتقالي يلا هذه ما اقدر اعطيك فيها بسم الله الرحمن الرحيم شلون ذا اسوي فيه في ذبه في ذبه قويه في ذبه قويه لما قوية ام دايم
يا عيال بالله مسكين يو يا ربي انت تعدل مشاعات قوي وازح يضرب على الوتر حساس ابو ناصر جابا اسمع وجاك العلم يا راعي الكلام حط البرك عنده على ما اروح اجيبه على خشم لا مثل بندر الالي ما تبع دمسك والله هذا هو دفتري ها كسر راسك هذه القصيده يقول ما يوفق هذه حطها من الغلاف يعني يقول مجنب من الوادم ايش؟ ممتاز كمل يا شطره ما يخلى مجنب سلامات 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 ها كيف؟ جيو بامبي ولا دداس بامبي انا بكلم ابو ربيع بقول الشيبان من بعد العصر ولا بندر بدايه يدخل جو ذبات انتبهوا انتبه ترى لا يدخل ياكل جو عليكم كان الدفتر يحط الدفتر يقرا عليكم يعني ياكل جو عليكم لهالدرجة انا اقول لا يدخل ذبات ما تدخل لكم جو لهالدرجة الدبيبه ياكلون حتى الجو بس بس لهالدرجة الدبيبه ياكلون الجو حلوه عميقه عميقه النكته ذي والله عميقه لن يفهموها قصده اني انا دبه لا بالعكس اي نسيت ترى الليل يا ساري اقول لك اقول لك يا اخي الجو سطار اليوم فصل صدر الله يدي سطار قتل لا 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 مرحبا مرحبا لا اسكت العدد اسكت تدريب سلطان ما اضحك عليك اضحك عليك ما حولك شيخه من لا جاي كل أقيل عريض الرجال يا مناحي أوه عندك مطبخ أنتم من يا شوف يا مناحي 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 ده الصراحة الرجال له أيام حاط الراس براسك لا وقت مسح من قاع وشوف جاك 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 جاكم الحلوة المسكت لو سمحت من اللي ولا انت الولعة الذي الولعة ذي لا هذه لقيتها عنده بالملحم زين هذا الربع يا شباب اللي بقصيده لا يطلب من سلطان دواحس ابن ملحم كان ماشي سيده قصدهم ابن دواحس براين يا جاكم الشيخ ابن ملحم ولا مع يوم غنى يا ليته يعني نجا من ابراهيم وذاك دخل لا كلهم الشاعر والمقصود واللي قال قصيده كلهم راح وزع الشاعر والمقصود به اثنينهم لا الشاعر والمنشد والمقصود به والشيخ ابن ملحم وسلطان المدويحش كلهم يلا يلا اقول لك شيء انا اقترح على الاداره انه عشان نتنافس مثلا على الشيخه انه في حال انك كنت شيخ ما تنزل ابراهيم بس الاسبوع هذا أوه وما يحق ما تحق يعني مثلا انت ما هي حلاوه يعني تاخذ الاسبوع هذا الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث عشان نقدر على الشيخه انك ما تنزل ابراهيم مره واحده صدقي صدقي والله طب الصراحه الشيخ مره واحده ولك حصان من ابراهيم مره واحده صح ولا لا؟ كذا تصير 100% هالحين الشيخه الاسبوع اللي طاف ترى ما تقدم لها الا بالملحم اول شيخه تقدموا لها 5 من 6 وخذها ركان الاسبوع الثاني تقدموا لها 3 الاسبوع الثالث تقدم لها 1 طيب ارفعوا يدكم ارفعوا يدكم على ايش؟ على اول الله يوفقكم ويطول اعماركم امين ويخليكم